أهلا بكم جميعا. بعد الدعوة إلى عقد كونغرس تكومان في 9 من يوليو من عام 1816، قرر ثوار المقاطعات المتحدة وبشكل رسمي إعلان الاستقلال وتكوين أمة حرة ومستقلة عن مملكة إسبانيا وعن كل تدخل أجنبي. المؤتمر فشل في الموافقة على الدستور بسبب الخلافات بين الحاضرين حول نظام الحكم. انعقد المؤتمر بغياب 6 مقاطعات: مونتيفيديو، كوردوبا، انتري ريوس، سانتا في، ميسيونيس وكورينتيس. هؤلاء كانوا يدعون الى نظام فيدرالي تحتفظ فيه كل مقاطعة باستقلالها الذاتي، وهو ما يتعارض مع النظام المركزي الذي تمارسه حكومة بوينوس آيرس. هذه المقاطعات تحت قيادة خوسي أرتيغاس كانت قد انفصلت عن الحكومة المركزية منذ سنة 1814. مهلا، لماذا انفصلوا عن الحكومة المركزية؟ لنعد بالزمن قليلا إلى الوراء، وتحديدا في فبراير من عام 1811، أعلن حاكم مونتيفيديو الإسباني خابير دي إليو، الذي عين الآن نائبا للملك في نيابة ريو دي لا بلاتا، أعلن الحرب على حكومة الثوار التي أنشئت في بوينوس آيرس. انشق خوان خيرفاسيو أرتيغاس عن حامية كولونيا وهو قائد آنذاك لحساب الحكومة الملكية، وعرض خدماته على ثوار حكومة بوينوس آيرس. هذه الأخيرة منحته رتبة مقدم 150 رجلاً و200 بيسوس لبدء الثورة ضد السلطة الإسبانية في الجبهة الشرقية أوروغواي حالياً. شكل أرتيغاس جيشاً شعبياً من الفلاحين المحليين المسؤومين من سياسات نائب الملك الإسباني، وكان يقسم بين مواطنيه الأراضي والماشية التي كان يغنمها من الإسبان. في 18 من ماي 1811 تمكن مع قواته من إلحاق الهزيمة بالملكيين في معركة لاس بيدراس، وحاصر مدينة مونتيفيديو. لكن فوجئ بعد ذلك أن حكومة بوينوس آيرس وقعت هدنة مؤقتة مع القوات الملكية في 20 من أكتوبر، تعهدت بموجبها بسحب قوات الثوار من أوروغواي. شعر أرتيغاس بالاستياء من هذا القرار، وانسحب مع ميليشياته وعدد كبير من سكان الجبهة الشرقية إلى مقاطعة إنتري ريوس لإعادة تنظيم النضال. هرولت الأسر من كل حدب وصوب هاربة من الاضطهاد الإسباني تطلب حماية أرتيغاس، وعرض الرجال أنفسهم للقتال ضد الإسبان. عبر نهر أوروغواي 1000 عربة وحوالي 16,000 شخص، رجال ونساء وأطفال، مع القليل من مواشيهم وممتلكاتهم، واستقروا في أجوي بالقرب من كونكورديا في إنتري ريوس في انتظار اللحظة المناسبة لمواصلة القتال ضد الملكيين وحلفائهم البرتغاليين الذين استجابوا لطلب نائب الملك الإسباني بدعمه في حربه ضد الثوار. في 8 من أكتوبر 1812 أرسلت حكومة بوينوس آيرس قوات إلى الجبهة الشرقية بقيادة خوسي روندو، والتي سرعان ما أضيفت إليها قوات خوسي أرتيغاس، فتم تطبيق الحصار على مونتيفيديو. في سنة 1813 خلال افتتاح الجمعية التأسيسية التي عقدها ثوار بوينوس آيرس، ممثل الجبهة الشرقية بتعليمات من أرتيغاس كانت مطالبهم واضحة: الإعلان الفوري للاستقلال، والحرية المدنية والدينية، والمساواة بين جميع المواطنين، وحكومة فيدرالية، وإنشاء العاصمة خارج بوينوس آيرس، وتمكين موانئ مالدونادو وكولونيا بممارسة التجارة الدولية مثلها مثل بوينوس آيرس. رفضت الجمعية مطالب نواب الجبهة الشرقية، فأعلن أرتيغاس انفصال المقاطعة عن حكومة بوينوس آيرس. وخلال الكونغرس الذي عقده ثوار الحكومة المركزية سنة 1814، أعلن فيه المدير الأعلى خيرفاسيو بوسادس أن أرتيغاس خائن، ووضع سعر 6,000 بيسوس مقابل رأسه. نتيجة لذلك انسحب أرتيغاس وقواته من مونتيفيديو وتوجهوا نحو عمق الجبهة الشرقية. في نفس السنة انتشرت شعبية أرتيغاس الجارفة في العديد من المقاطعات الأرجنتينية الحالية التي طالتها هي الأخرى تأثيرات سلبية بسبب سياسة الميناء الواحد الواقع في بوينوس آيرس المتبعة من طرف الحكومة المركزية. فانضمت سانتا في وإنتري ريوس وكورينتيس وميسيونيس وكوردوبا إلى الجبهة الشرقية، مشكلين بذلك عصبة الشعوب الحرة لليغا دي لوس بويبلوس ليدريس. وكحامي الرابطة حارب أرتيغاس جنبا إلى جنب مع قادة وزعماء هذه المقاطعات ضد الحكومة المركزية، وشكلت العصبة سوقا إقليميا مشتركا يحمي المنتجين المحليين ويشجع الزراعة من خلال توزيع الأراضي والحيوانات والبذور. وكانت الآلات والكتب والأدوية معفية من الضرائب، وتم اعتماد ميناء مونتيفيديو كمركز للتجارة بين المقاطعات. دب القلق بين صفوف أفراد الحكومة المركزية من توسع ثورة أنصار أرتيغاس، فلجأت إلى الحرب لإخضاع هذه المناطق، لكن الحملات العسكرية المرسلة باءت بالفشل.
بارك ردت فعل انتقامية شجعت سلطات بوينس آيرس البرتغال لغزو الجبهة الشرقية للقضاء على وجود أرتيغاس. عرفت هذه السنة كذلك سقوط مونتيفيديو التي كان يتحصن بها الملكيون في يد ثوار الحكومة المركزية. ولكن هذه السيطرة لم تدم طويلا، فقد فشلت قوات الجنرال كارلوس أليبيار في إخضاع قوات أرتيغاس، وبعد بضعة أشهر تم الانسحاب من مونتيفيديو وتسليمها إلى قوات العصبة الفيدرالية في عام 1815. وبعد أن استعاد أرتيغاس مونتيفيديو عقد في مدينة كونسيبسيون في أوروغواي في 29 من يونيو من عام 1815 مؤتمر الشعوب الحرة، وكان هناك نواب من الجبهة الشرقية وإنتريريوس وسانتافي وكوردوبا وكورينتيس وميسيونيس، والذي قرر فيه الاستقلال من إسبانيا ورفع علم التحالف، وأيضا عدم حضور مؤتمر توكومان الذي دعا إليه مجلس ثوار بوينس آيرس، وذلك احتجاجا على موقف حكومة بوينس آيرس المؤيد للغزو البرتغالي للجبهة الشرقية للقضاء على أرتيغاس. في سنة 1816 وبينما كان يتم عقد مؤتمر توكومان، كان أرتيغاس وحلفاؤه يدافعون عن الجبهة الشرقية ضد غزو البرتغاليين الذين تمكنوا بقيادة كارلوس فيدريكو ليكور من احتلال مونتيفيديو في عام 1817، واستمرت الحرب لبضع سنوات أخرى حتى هزمت بالكامل قوات أرتيغاس في معركة تكوارنبو في 22 من يناير من عام 1820. بعدها بأيام وبالضبط في فاتح فبراير من عام 1820 اندلعت مواجهة مسلحة بين قوات تحالف مقاطعتي إنتريريوس وسانتافي الفيدراليتين بقيادة حاكميها إستانيسلاو لوبيز وفرانسيسكو راميريس ضد قوات الحكومة المركزية بقيادة المدير الأعلى لمقاطعات ريو دي لابلاتا آنذاك خوسي روندو. كان جيش الحكومة المركزية المتاح في تلك المواجهة هشا بشكل كبير بسبب عصيان القوات العسكرية المعول عليها، فمن جهة عصى الجنرال سان مارتين الأمر بالعودة من تشيلي مع جيش جبال أنديز للقتال ضد المقاطعتين، ومن جهة أخرى تمرد الجيش الشمالي في لابوستا دي أركيتو في سانتافي بقيادة إخوان باوتيستا بوستوس وخوسي ماريا باس اللذين رفضا مواجهة قوات إنتريريوس وسانتافي، فكانت النتيجة محتومة وهي هزيمة جيش بوينوس آيرس المهترئ وانهيار السلطة المركزية التي قادت الثورة منذ عام 1810. وللخروج من الفوضى في العاصمة بوينوس آيرس انعقد اجتماع مفتوح في 16 من فبراير من عام 1820، والذي تم فيه تعيين مانويل دي سراتيا حاكما مؤقتا لمقاطعة بوينوس آيرس. هذا الأخير اقترح التوصل إلى اتفاق مع لوبيس وراميريس، فتم توقيع معاهدة بيلار في بوينوس آيرس في 23 من فبراير 1820. وقد كان من بنود الاتفاق انسحاب قوات سانتافي وإنتريريوس من بوينوس آيرس وإعلان الوحدة الوطنية تحت حكم الفيدرالي. أرتيغاس المنهزم لتوه في معركته مع البرتغاليين اعتبر اتفاق لوبيس وراميريز مع بوينوس آيرس خيانة لميثاق عصبة الشعوب الحرة، لأنه كان قد فرض عليهم كشرط مسبق لأي حل وسط التزام بوينوس آيرس بإعلان الحرب على البرتغال لتحرير الجبهة الشرقية المحتلة منذ عام 1816. لكن لوبيس وراميريس تجاهلوا طلب أرتيغاس لأنهم اعتبروا أن الأولوية تنصب حاليا في إعادة تنظيم مقاطعاتهم وتجنب الدخول في حرب ضد قوات البرتغال. حاول أرتيغاس توحيد قواته الضئيلة مع قوات كورينتيس وميسيونيس، دخل إنتريريوس في محاولة إخضاع راميريس لكنه مني بهزيمة ساحقة في لاسواشاس، فترك البلد نهائيا وذهب إلى منفاه في باراغواي وابتعد تماما عن السياسة. وبهذا وفي نفس العام تفككت رابطة الشعوب الحرة الفيدرالية ومجلس الحكومة المركزية، وهما النظامين الأكثر تأثيرا منذ قيام ثورة ماي في عام 1810. حتى بعد إعلان الاستقلال فالنزاعات السياسية بين الثوار كلفت الأرجنتين أكثر من نصف قرن من الحروب الأهلية وتغيير متكرر للحكومات، وجعلت من حلم بناء دولة مستقرة عملية فعلا بطيئة ومعقدة. سؤال: متى تم التوصل إلى مصالحة سياسية بين الثوار لتكوين جمهورية الأرجنتين؟ وما هي المراحل التي مرت منها قبل تحقيق هذا الهدف؟ إجابات هذه الأسئلة ستتعرفون عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله، فانتظرونا.